مدينة الباب في ريف حلب الشرقي شهدت انتشارا ليا مكثفا لعناصر الشرطة والتدخل السريع عند دوار السنتر وسط المدينة، كما وقعت احتكاكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين نصبوا خيمة احتجاجية مؤكدين على ضرورة الاستجابة لمطالبهم والكشف عن التحقيقات في مقتل أبو غنوم. نحن نطالب بكشف نتائج التحقيق، التحقيق استمر طويلا، القضية مصيرية. هؤلاء المسؤولين لا يعون مطالب الناس ولا يعلمون مدى الحقد الذي يعتمل في قلوبنا جميعا تجاه القتلة الذين يحاولون قتل ثورتنا، وليس قتل أبو غنوم وغيره، وليس قتل، يحاولون قتل الثورة جميع مكوناتها. نحن بدنا شغلتين من الحاكمين هالبلد، الأمن والعدل. طالما ما انك حسنا تامن لا الامن ولا العدل، ليش بيرك على الكرستا؟ طيب طالما نحن طلعنا اليوم المظاهره مشان ابو غنوم، اخونا ابو غنوم والشهداء اللي استشهدوا وما بنعرف منه قتالهم، بالاخير عرفنا في فصائل تابعه انه للاغتيالات. طيب هي من بده يحاسبه؟ اذا انت ما عم تحسن تحاسبه، نزول من عن كرستك، الشعب بحاسبه يا اخي، الثوره بتحاسبه، انت ليش بيرك على كرستك لهلا؟